دلوقتي جه ميعادنا مع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده، وكمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الجوله ال 33 من الدوري الانجليزي والجوله ال 31 من الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة السكة الحديد هتدفع بثلاث قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان. النهاردة لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي ساوثهامبتون مع بورنموث الساعة 9:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، والساعة 9:15 بالليل مباراة توتنهام مع مانشستر يونايتد. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي فياريال مع إسبانيول الساعة 7:30. في نفس التوقيت هيلتقي فالنسيا مع بلد الوليد. 10 بالليل مباراة أتلتيك بلباو مع إشبيلية.